السلام عليكم. اليوم بالتكنيكال تشارت رقم 15 بدي اقدم لكم فكره عن البرايسز على الاسعار للماتيريالز للمواد. يعني مثل ما انتم شايفين هون انا حاطط لكم قائمه باسعار عائلات عائله البوليميرز الكومبوزيتس الميتال سيراميكس. عائله البوليميرز طبعا نحن الاسعار لا ننسى انه هي مبنيه بعام وقت اللي انتشر الكتاب 1992 والعمل انتشر 2005، يعني بننقوا بهالفترة هاي بالقائمة الأسعار. على كل حال الأسعار قد نقول تغيرت نتيجة الانفليشن اللي موجود، ولكن هي كتير كويسة انه بتعطيني فكرة مقارنة بين المواد. يعني مثلا انا في عندي البوليميرات، عائلة البوليميرات، أخذ فكرة بس على أسعار البوليميرات وشو يعني شو هي المقارنة بين بعض البعض. أوكي، هذا الشيء مفيد من هالتيبل من هالجراف هذا الموجود معنا. دائما الأسعار هي عم تكون بواحدة الكيلوغرام. أوكي، طبعا لما بدنا نحكي على واحدة المتر مكعب اللي هي راح يكون المخطط اللي بعده، فلا ننسى بنضرب بالدنسيتي مشان نأخذ المقارنة صحيحة. إذن هلأ هون نحن عندنا مثل ما انك شايفين، يعني الأسعار عم تتراوح لحدود مثل البيك، بوليمير البيك، يعني عم نحكي للمئة دولار، مئة دولار بالكيلوغرام. مثل ما ذكرت إن الأسعار قد تزداد أو تنقص حسب التوفر المادة، توفر إنتاج هاي المادة. فلذلك الأمور شوي بس كتير مفيد إنه ناخد فكرة للمقارنة بين الأسعار. بالنسبة للعائلة الثانية الكومبوزيت، ولا ننسى هون احنا كما شايفين عائلة البوليبروبيلين، دائما البوليبروبيلين بنعد من البوليميرات الرخيصة، لذلك الاستخدام الكبير للبوليبروبيلين. بس انا وقت بدي استخدمه هو بيغضي لي الغرض كسعر، لانه دائما بسعى على الارخص. فهلا بدنا نشوف نحن من خلال الجرافز هاي كيف بدي اعرف صمم. هلا خلينا نشوف. هلا انا بالنسبه للكومبوزيتس، الكومبوزيتس الرئيسيين اللي عندي اياه هو الكربون فايبر رينفورست بوليمر وجلاس فايبر رينفورست بوليمر. اوكي، عندنا عائلتين في فرق بالمقارنه بيناتهم. في عالم الكومبوزيت الحديث احنا عم ندخل كربون نانو تيوب، عم ندخل الجرافين، عم ندخل المواد الكربونيه كهي الفيلينج وليس الجلاس، فكمان بدي اراقب امور الكلفه. فالكلفه لساتها في طور، خلينا نقول المنافسه، لانه هي المواد غاليه، وعمليه ديسبيرشن لها عم بحكي على الكربون نانوتيوب هي المكلفه. فلذلك بدي انتبه على هالقصه هاي. بس انا مبدئيا عندي هالجرافز هي هامه انه نوقف عندها. كمان لنقارن بين الاسعار، ولا تنسى اليونتس اللي عندنا اياها. العيله الثالثه هي الميتلز، كثير كويس انه اخذ فكره على اسعار الميتلز، طبعا بتتبع لتوفرها. وبتتذكروا انا دائما لما حطيت لكم جدول التصنيف الدوري البريودك تيبل، وكيف الاليمنتس عم تتفاوت بين بعض البعض بدرجه توفرها بالطبيعه. اثنين، عمليه اكستراكتد، عمليه تحصيلها وعمليه البروسيسنج لها، هذا فيري امبورتنت تاخذه بعين الاعتبار. anyway هلا الالويلز مرتبة من حيث الأغلى ثمناً لحد الأسعار الأرخص ثمناً. مثل ما نشاهد كيف وضع الكربون ستيل والكاست آيرون كأسعار كتير كويسين. في عنا الألمنيوم ألويلز أغلى منا ثمناً، ولكن بدي أشوف هلأ بدي قارن مع خفة الوزن أو مع الدنسيتي لننتبه على هالقصة هاي. آخر شيء عندي السيراميكس، طبعاً السيراميكس امبورتنت جداً لأخده وقارنه، وين بدي دور على قساوي، على قساوي عالية، فدائماً عندي السيراميكس. السيراميكس مثل ما انك شايفين، يعني أنا بدي لا أنسى تانجستين كربايد، الألمنيوم نايترايد، البورون كربايد، سيليكون نايترايد، هي كلها امبورتنت هامة بعالم السيراميك للأغراض المتطورة. أخذ فكرة عن الأسعار تبعيتها. الأمر بالنسبة لهذا التيبل كتير كويس انه تاخذ له صورة وتحطه على موبايلك. بس كمان الحلو انه نفس المقارنة بدها تصير بس بواحدة الدولار على المتر كيوبيك وليس على الكيلوغرام. ولا ننسى انه العلاقة اللي احنا عم نحكي للمي 1000 كيلو للمتر كيوبيك، بينما للمعادن يعني نروح على الستيل 7800 او على النحاس بحدود 10000 او للذهب 18000، فبننتبه على الدنسيتي تبعيتها. اذا هو موضوع ضرب بدنسيتي مثل ما انك شايف، لانه عم بضربه بالدنسيتي لحتى احصل على هالواحده هي. فتغيرت عندي اليونتس، كنا عم نحكي متو بالسلايد السابق
سابق، خلينا نقول مثل ما انت شايف بوحدة الكيلوغرام 100، عم نحكي 100 دولار للكيلوغرام، بينما هو لما بدي يروح على المتر المكعب طبعا بدي يضرب بين 1000 و10000، فلاحظ كيف الرقم تضخم معك. وهي المقارنة لنفس الماتيريالز تختلف بين بعض البعض بمقدار بسيط نظرا بس لاختلاف الدنسيتي لهالمواد هي اللي بدها تنتج. بالأخير أو بصورة عنوان هالفيديو أنا حاطط لك صورة جامعة الأربعة، كتير كويس إنه أنت تطبع هالصور أثناء التصميم الحقيقي وتحطهم جنب بعض لتعرف الطالع القيمة الحقيقية والفائدة الحقيقية من هالمخططات. طبعا للكمبوزيت عندنا نفس المقارنة، وللميتالز وللسيراميكس. خلينا نروح على شيء هام اللي هو بقى السترينكس مع الكوست. إذا نفس الموضوع موضوع الكوست، بس بدي أخذ السترينكس للماتيريالز اللي عنا إياها. كتير امبورتنت هاد الجراف اللي عنا إياها موضوع السترينكس. إذا أنا وقت كنت عم أشتغل بالكومبوزيتس أو بالميتال أو بالسيراميكس، كتير هام إنه أعرف شو وضع الكوست. أوكي أخذت الكوست وهي بير يونيت فوليوم، يعني أخذ الكوست بواحدة على متر مكعب، دولار على متر مكعب، فبدي قارن بقى شو السترينكس المرتبطة. فبدي قارن بين مادتين، واحدة أرخص من الأخرى، ولكن بدي انتبه على موضوع السترينكس. فكتير كويسة هاي لتساعدني على هالمقارنة هاي. هذا المخطط بالنسبة للسترينكس، ونفس المخطط عنا إياه بالنسبة ليونغ مودولس ليعطيني معامل المرونة له، وبالتالي تانجنت ألفا حكينا عليه بالفيديو السابق أو اللي قبله على هالقصة هاي. لانتبه لقصة اليونغ مودولس، معناتها أنت صارت الأمور عندك إياها جاهزة. خليني بتذكر بقصة أنه وقت اللي احنا حكينا على السترينكس، الاتجاه دائما يعني نحو التصميم الأرخص والأعلى متانة. أوكي نفس الشيء بالنسبة لليونغ مودولس، الأرخص والأعلى متانة، يعني بدنا نتجه لهون. حكينا أنه احنا لما عم نضيف كربون نانو تيوب أو جرافين أو مواد نانومترية بصيغتها إما على شكل واير أو تو شيت يعني 2D، فبدي انتبه لقصة الكوست اللي بدي ضيفها. صحيح أنا رح أطلع مثلا علي بقيمة اليونغ مودولس، بط بدي انتبه على قصة الكوست وشو الكلفة بدها تكلفني. لحد الآن ما نضج شيء بموضوع الكوست نظرا للكمبيتيشن العالية، ونظرا للبحث اللي لساته قائم بموضوع إضافة المواد النانومترية بالأوبتيمم بأوبتيمم ديسبرشن. هاي الشالنج اللي عم تواجهنا، وطبعا ضمن أقل كوست. هاي حطها بعين الاعتبار. الفيديو اليوم خلص انتهى، بتمنى يكون مفيد، ومثل ما قلت لك الغرض انه تاخذ كل صفحه لحالها وتحطها على موبايلك لتكون مرجع لك بقصه المقارنه والتصميم لهالفيديوهات. يعطيكم العافيه والسلام عليكم.